الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الجهود وأن يجزي الإخوة القائمين على مثل هذه الدورات خير الجزاء. وسنتناول إن شاء الله تعالى في هذه العجالة شرح كتاب الجنائز والزكاة، وسنقسم هذا إن شاء الله إلى ثلاثة مجالس: المجلس الأول في الجنائز، ثم المجلسان التاليان في الزكاة، وسنعتمد في الشرح على الاختصار نظرا لأن الوقت قصير والمقدار كثير، ولذلك نسأل الله العون والتيسير. هذا المؤلف عمدة الفقه هو من المؤلفات المذهبية في المذهب الحنبلي، وقد سبقني بعض الأشياخ الفضلاء ولربما بيّنوا مزايا هذا الكتاب، وهو يعد مختصرا نافعا ينتفع منه المبتدئ ويستفيد أيضا منه المنتهي. وكتاب الجنائز من الكتب المهمة في الفقه، لأنها تعنى بأحكام المسلم الفقهية بعد موته، فكما تعنى كثير من الأبواب الفقهية بأحكام المسلم في حال حياته، فثم أبواب تعنى بما يتبع ذلك بعد مماته، من ذلك الجنائز والمواريث. ولذلك كان هذا الكتاب موقعه كان موقع هذا الكتاب المنطقي أن يكون عند المواريث، ولكن الفقهاء قدموه في هذا الموضع وفي هذا الكتاب وألحقوه بكتاب الصلاة، لأن أهم ما في كتاب الجنائز هو الصلاة على الميت، ولذلك ألحق هذا الكتاب بكتاب الصلاة. وهذا من دقة الفقهاء ومن نظرهم رحمهم الله تعالى إلى المقصد من الأحكام الشرعية. والجنائز جمع جنازة بالكسر والفتح، تقول جنازة وجنازة، وهي اسم للميت أو للنعش الذي عليه ميت، فإذا كان النعش لا ميت عليه فإنه عندئذ لا يسمى جنازة. وهذا الكتاب قد ذكر فيه المؤلف الأحكام المتعلقة بالاحتضار والغسل والتكفين والصلاة أيضا، بل ضمنه ما يتعلق بالتعزية وما لها من أحكام، وقد جمع فيه جملة مفيدة جدا من القواعد والمقررات والأحكام الشرعية المتصلة به. قال رحمه الله تعالى مبتدئا كتاب الجنائز: وإذا تيقن موته أغمضت، أو تيقن موته أغمضت عيناه، يعني إذا تيقن موت المسلم أو المسلمة فإن المشروع عندئذ أن تغمض عيناه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة لما توفي وقال: إن الروح إذا قبض
تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وأيضا حتى لا يكون في حاله ما يشين، لأن المرء إذا كانت عيناه مفتوحتين في مثل هذه الحالة لا تكون هيئته كما لو كانت مغلقة. قال: وشد لحييه، أو وشد لحياه. ويراد بهذا أن يبقى فمه مغلقا بحيث لا يكون أيضا منظره مقبحا، ولا أيضا تلج الهوام والحشرات في فمه وتؤذيه، لأنه لا يتمكن من دفعها وقد فارقت روحه جسده. قال: وجعل على بطنه مرآة، يعني أغمضت عيناه وشدت لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة ونحوها. والمراد من هذا ألا ينتفخ بطنه، ألا ينتفخ بطنه، فيوضع عليه ما يثقل فيحول ذلك دون انتفاخ البطن. وهذا في الحقيقة معناه الذي اقتضى القول به، قد لا يسلم، لأن الحديدة ونحوها لا تمنع من انتفاخ بطن الميت. ولذلك يقال إن المشروع في مثل هذه الحالة التسريع في تجهيزه، فأسرعوا بالجنازة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا الإسراع يكون في تهيئة الميت وفي حمله وأيضا في تقديمه للصلاة، كما يسن مما لم يذكره المؤلف هنا، أو يستحب أن تلين مفاصله، وذلك ليسهل غسله بأن يجمع الساقان إلى الفخذين ثم يوضعان أو يردان إلى البطن، فيمكن عندئذ تحريك مفاصله، وهذا يسهل من غسله كما يعرف الغاسلون. كما أيضا يستحب أن يستر بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي بثوب، ويستحب أيضا أن تنفذ وصيته. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى ما يتعلق بغسل الميت، فقال: فإذا أخذ في غسله سترت عورته. إذا شرع في غسله، والغسل فرض كفاية بإجماع أهل العلم، إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين. والأصل فيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام لمن وقصته أو عمن وقصته ناقته: اغسله بماء وسدر، فأمرهم بغسله. قال: سترت عورته، يعني إذا أخذ في الغسل فإنه لا يجرده من كل لبسه، وإنما يجرده مما عدا ما يستر عورته، فيظهر بطنه وكتفيه وساقيه ونحو ذلك، لكنه لا يظهر عورته، وذلك لوجوب ستر عورة المسلم وهكذا المسلمة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وهذا يشمل ما كان حيا أو من كان حيا ومن كان ميتا، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. قال: ثم يعصر بطنه أو يعصر بطنه عصرا رفيقا، وذلك ليخرج ما في بطنه من أذى، حتى لا يخرج هذا الأذى بعد الغسل، فيكون الغسل منقيا له. قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه،
يعني يلف غاسله على يده خرقة لتكون حائلا بينه وبين عورته فينجيه بها، سواء كانت خرقة أو قفاز أو غير ذلك مما يكون حائلا بين يد هذا الغاسل وبين عورة الميت، وأيضا يحصل به الإنقاء المقصود. قال: ثم يوضئه. يوضئه يعني بعد أن ينجيه يوضئه للصلاة، كوضوئه للصلاة، ولا يفترق هذا عن وضوئه للصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق، حيث إنه لا يمضمضه ويستنشق له، بل يدخل الأصبعين مبلولتين في فمه وبين منخريه، وذلك لينظف ما فيهما من غير تحقيق لصورة المضمضة والاستنشاق. والأصل في حديث أم عطية، وهذا الحديث حديث أم عطية أصل في غسل الميت، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا غسل ابنته: اغسل ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ومواضع الوضوء منها، في إشارة إلى أنه يتبع في غسل الميت توضئته، وذلك بصفة وضوء الصلاة. قال: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من وقصته ناقته وكان محرما، وكان محرما قال: اغسله بماء وسدر. وهكذا أيضا جاء هذا في غير ما حديث، منها ما ذكرنا، ومنها أيضا ما جاء في قصة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. قال: ثم يغسل ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، يعني ثم يغسل بالماء والسدر شقه الأيمن وبعد ذلك شقه الأيسر، لما تقدم من الأحاديث، حيث إن هذا هو مقتضى البدء بمواضع الوضوء من المغسول ميتا. قال: ثم يغسل كذلك مرة ثانية وثالثة، يعني يغسل أيضا غسلة ثانية وغسلة ثالثة إن احتاج الأمر إلى ذلك، كما في حديث أم عطية المتقدم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. الواجب مرة، وما زاد فهو مستحب، ويتحقق الاستحباب بتحقيق أو بإيقاع الغسل الكافي الذي تزول به أو يزول به ما يقتضي غسله. قال: يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله. يمر في كل مرة يده، يعني على بطنه، ليخرج ما بقي في جوفه من الأذى الذي يكون متهيئا للخروج، بحيث لا يكون خروجه بعد انتهاء الغسل، بل يكون أثناء الغسل، ليتمكن من إنهاء غسله من غير خروج أذى بعد ذلك. قال: فإن خرج منه شيء من الأذى غسله. إن خرج منه شيء غسله، يعني من الأذى، والقصد أن يغسل ما لوثه الأذى عند خروجه، وهذا محل إجماع. قال: وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه، يعني يسد مكان خروج الأذى، كما لو كان خروج الأذى مثلا من الدبر، فإنه يسده بقطنة أو ما يكون في حكمها مما يمنع خروج هذا الأذى، وذلك إذا استمر الأذى في الخروج. ولذلك قال: فإن لم يستمسك، يعني ما كفت هذه القطنة ونحوها، فإنه يسد بطين حر، والمراد بالطين الحر الخالص الذي لم يخلط برمل، لأن فيه قوة تمنع من خروج الأذى، وقد استجد الآن في مثل هذا الزمان ما يغني عن الطين الحر من الأدوات التي تحول دون خروج الأذى.
قال ويعيد وضوءه، يعني يوضئه مرة أخرى. لماذا؟ لأنه انتقض وضوءه بخروج هذا الأذى. قال لتطهيره، وهذا قائم على أن المقصود من توضئة الميت هو التطهير. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود من توضئة الميت وتغسيله التنظيف لا التطهير، ولذلك قالوا لا يعني يستحب أن يعيد وضوءه بعد تطهيره مما خرج من أذاه إن كان قد وضأه المرة الأولى. يدل عليه حديث الذي وقصته ناقته حيث قال اغسلوه بماء وسدر، ولم يذكر فيه الوضوء، مما يدل على أن الوضوء لا يجب. قال وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع لما تقدم في حديث أم عطية قبل قليل، ثم ينشفه بثوب. والتنشيف هنا لئلا تبتل أكفانه، فإذا ابتلت فإنها تمسك عندئذ التراب ونحوه فتتسخ عند دفنه، وهذا يعني هو الذي يدعو إلى تنشيفه وهو محل إجماع. قال ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، يعني ويستحب أن يجعل الطيب في مغابنه وهي مجامع الوسخ والرائحة الكريهة لأجل أن تكون رائحته حسنة، وهكذا في مواضع سجوده، وذلك تشريفا لمثل تلك المواضع. وإن طيبه كله سواء كان هذا في مواضع المغابن أو في مواضع السجود أو في غير ذلك فإنه يكون عندئذ حسنا، وذلك لحديث الذي وقصته ناقته حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه. وما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة أنه لما قال لا تحنطوه، والتحنيط نوع من التطيب، دل هذا على أنهم قد اعتادوا على تحنيطه وتطيبه، يعني الميت عند غسله. لكن لما كان هذا محرما والطيب من محظورات الإحرام استثناه لأجل ألا يجروا ذلك على عادتهم. قال ويجمر أكفانه، يعني يبخرها، والأصل فيه إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا كما روى أحمد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منه، وذلك لأن قص الأظفار مستحب في حال الحياة فيكون مستحبا أيضا بعد الممات، وهو من كمال التنظيف والتهيئة. قال ولا يسرح شعره، وذلك لأن التسريح وهو المراد عندنا الكد بالمشط، هذا قد يؤدي إلى تقطيع شعر الميت لضعفه بعد خروج روحه. أما المرأة فقال عنها والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون، ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. أحيانا يبني للمعلوم وأحيانا يبني للمجهول، وفي كل من الحالتين السياق دال على ما أراد رحمه الله تعالى. والمراد بتضفير شعر المرأة ثلاثة قرون ما نسميه نحن بالجدائل، فيجعل لها ثلاثة جدائل، وذلك لما جاء في حديث أم عطية لما ذكرت الغسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها من خلفها، والحديث المتفق عليه. بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى باب تكفين الميت، وتكفينه كما هو الحال في أيضا غسله فرض كفاية، فهو واجب على المسلمين إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. قال ثم يكفن في ثلاثة أثواب، أي لفائف أو خرق ونحوها، بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب
أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، والحديث في المتفق عليه، وهذا أفضل الكفن وهو المستحب، ويتحقق المقصود والواجب بكفن يستر جميع بدن الميت. وما زاد كمثل هذه الصفة المذكورة في تكفين النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستحب. ولذلك جاء في حديث الذي وقصته ناقته وكفنه في ثوبي، ما يدل على أن الثلاثة أثواب كما ذكرنا على سبيل الاستحباب يدرج فيها إدراجا، والمقصود بالثلاثة أثواب أن يفرش الأول كالشرشف، ثم يفرش الثاني فوقه، ثم يفرش الثالث، ثم يوضع الميت فيلف عليه الطرف الأيمن ثم الأيسر من الغطاء الأول أو الكفن الأول أو الثوب الأول، ولا يراد بالثوب ما له أكمام، وإنما المراد به ما يلف على الميت لفا، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك، وهذا معنى أدرج فيها إدراجا، يعني أدرج في تلك اللفافات في الأولى ثم تلف عليه، والثانية تلف بعد الأولى، والثالثة تلف بعد الثانية. قال: وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: الميت يقمص ويوزر ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. وهذه الصورة الثانية من صور تكفين الميت، وكما ذكرنا الصورة الواجبة هي كفن واحد يستر جميع بدنه. أما قال: المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب، وهذا مما تفترق فيه المرأة عن الرجل عند الفقهاء في كفنها، فتكفن في خمسة أثواب بينما الرجل يكفن في ثلاثة أثواب: درع ومقنعة. الدرع هو القميص وهو الثوب المعتاد الذي له كمان، والمقنعة يراد به ما تقنع المرأة به رأسها، وإزار ولفافتين كلفافة الرجل، اللفافة التي تلف عليه فتكون كالشرشف ونحوه. والأصل في هذا ما جاء من رواية في حديث أم عطية تقول: فكفناها، يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، في خمسة أثواب، وخمرناها كما يخمر الحي، يعني كانت محتجبة أيضا عند تكفينها. وهذا الحديث فيه ضعف، ولذلك لم يثبت بعض أهل العلم افتراق المرأة عن الرجل في الكفن، فقالوا الأقرب أنها كالرجل لضعف الدليل. وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، أحق الناس بأن يغسله وأن يكفنه وأن يصلي عليه من أوصى الميت له بذلك، سواء كان قريبا كوالد أو ولد أو أخ أو نحو ذلك، أو كان بعيدا كصديق أو عزيز. وقد جاء أو ثبت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وغسلت. قال: ثم الأب ثم الجد. أما الأب والجد فقدما على غيرهما لأنهما أكثر شفقة من غيرهما، ولأنهما أيضا أكثر علما بهذا من غيرهما. وقدم الأقارب في قوله: ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات لأنهم أحرص على مصلحة الميت والستر عليه، لأن الميت قد يظهر منه في تغسيله وتكفينه ما يشين أو يكون في يعني حدود رؤية من رآه، ملبسا عليه موهما من هيئته ونحو ذلك، فيستره أهله لأنهم يحرصون عليه كما يحرصون على أنفسهم.
قال: وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، يعني يقدم في غسلها ما يقدم في غسل الرجل، وهن الإناث اللاتي يكن قريبات منهن، تقدم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. وهذا الترتيب يكون أو يحتاج إليه عند المشاحة، يعني عند اختلاف مثلاً الأب والجد في من يغسل هذا الابن، فيقدم عندئذ الأب. أما عند عدم المشاحة كما هو الحال الآن في مغاسل الأموات، فإن الذي عندئذ يغسل الميت هو من يتبرع بذلك قريبا كان أو بعيدا. لكن لو جاء الأقارب قالوا: نحن نريد أن نغسل ميتنا، فهم أحق به ولا شك من غيرهم. وهكذا لو جاء الوصي وقال: أنا أريد أن أغسل هذا الميت فقد أوصاني أو أوصى لي بذلك، فيقدم عندئذ على غيره. فإن طبعا اختلفوا قدم من يثبت مثل هذه الوصية أو القرابة الثابتة على من ينفيها. قال: إلا إن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده، يعني بخصوص الصلاة يستثنى الأمير وهو الحاكم، إذا كان حاضرا فإنه يقدم في الصلاة. وهكذا في مساجدنا الآن الأئمة، فإن الأئمة يقدمون في الصلاة على الميت على المأمومين، ولو كان أبا أو جدا أو ابنا أو أخا أو موصا له بذلك، إلا إذا رضي الإمام، وذلك لأن الإمام إمام الصلاة نائب في الصلاة عن الحاكم الذي ولاه بهذه الإمامة. وهذا طبعا الأصل فيه: لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. انتقل بعد ذلك المؤلف إلى باب الصلاة على الميت. الصلاة على الميت كما قلنا في حق الغسل والتكفين هي فرض كفاية بإجماع أهل العلم، قد جاء في الصلاة عليه أحاديث كثيرة دالة على فضل ذلك. ومن هذا ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة مرفوعا: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قال: وما القراطان؟ قال: مثل أصغرهما مثل أحد. ولذلك كان ابن عمر يقول: فرطنا في قراريط كثيرة. وقد جاء عن ابن عباس فيما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه أو فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، نسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين. قال: والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة لقول ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. السنة في الصلاة على الجنازة كما قال أبو أمامة بن سهل أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه. وهذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء على صفة صلاة الميت، حيث ذكرت الواجبات في صلاة الميت وهي قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. قال: ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، يعني في التكبيرة بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية على وجه الاستحباب، وإن صلى مختصرا فقال: اللهم صل على النبي أجزأ. قال: